السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل رف جديد للتلاجة من اي ازاز يكون مكسور عندنا في البيت وما بنستعملوش بدل ما نرميه. اول حاجة هنعملها هناخد مقاس رف التلاجة اللي عندنا المستعمل عشان نقطع الازاز اللي عندنا على قده. كده احنا خدنا العلام بتاعنا وعرفنا المقاس اللي هنقصه من الازاز بالظبط قد ايه، وهنشوف دلوقتي مع بعض ازاي نقص الازاز بتاعنا. كده علمنا بالالمظة، هنشوف هنقطع الازاز مع بعض ازاي. ده كده اهو العلام بتاعنا اللي عملناه بالمظة الازاز، لازم يجي على حرف الخشب اللي بنشتغل عليه بالظبط. مش هنمسك الازاز من هنا، نمسكه من الجنبين وهنضغط على الازاز مرة واحدة وبقوة. بنفس الطريقة هنقطع الجنب التاني. بعد كده بنستخدم صنفرة الخشب، بنصنفر بيها حروف الازاز مكان القطع اللي قطعناه عشان ما تجرحش ايد اي حد. بعد ما بتصنفر بنستخدمها عادي ويبقى عندنا رف تلاجة ازاز زي ما انتم شايفين، من قطعة ازاز كان المفروض اساسا هنرميها بعد ما اتكسرت. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد بالمعلومة، واعمل سبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في شرح جديد ان شاء الله، في أمان الله.